حد جاي يركب معايا. خدني معاك يا ابني حدينا شل. ده الحمارة لسه عاملة ضفاريها الوقت وعاملة مكياج و... طب زي بعض حتى خدني معاك لحد شرق هنا يعني. بص 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 حتى بنت برضه. طب انت اركب الصغيرة دي وانا اركب الكبير. لا ما دي لسه قصة ضفار. طب زي بعض يعني خلي في دم. طب ما لا انا عندي عصير قاصر. طب زي بعض انت اركب الصغيرة دي. مش هم كمان ما تاخده يا ابني معاك قريب كبير. لا يا عم ده رايك كبير ده معاه. خده معاك خده معاك ركب وراك يا عم. لا الحمره ما تزعل زي بعض فقير معاك. الدنيا باظت الواد ما رضيش ياخدني معاه في الجحش. استنت كل حد ما ربنا يفرجها في حد خدني معاك حتى شاطر. لا يا حاج مش فاضي والله. ليه زي بعض حد شد يا عم عشان خاطر انا مش فاضي. زي بعض يا ابني زي بعض خدني معاك معلش يا عم زي بعض والله ما فاضي. مش قادر امشي. لا مش فاضي انا والله. ليه يا ابني؟ لا لا خدني معاك حد شد. خد يا ابني معاك يا عم. لا مالكش دعوه انت مش واخده زي, زي بعض. لا لا ما تفضل زي بعض لا ما زي بعض خده يا عم. لا ايه جن الاسود ده خده الراجل معاك اما نقول زي بعض. ده راجل فقير يا ابني. خلاص يا عم حقك بس ما تمدش ايدك تاني. يا دي المرة ما قلت لك ما تركبش ما تركبناش. يا بعض يا بعض امسك المكن. حاضر يا بعض. حرامي حرامي خد المكن عشان انت قلت له راسك. خد المكن تعال المكن. خد المكن والجرة. هو طلع حرام ولا ايه؟ ايوه هات المكن. طب ما انت تحافظ على حاجتك. حد حافظ على حاجتك يا اخي. اه معلم ايه الوقت احنا مش هنقسم مع بعضينا ولا ايه؟ موضوع الحماره فاشل موضوع المكنه ناجح. طب زي بعض ماشي. انت فين جاي عليا يعني؟ طب ماشي تعال تعال انا مستنيك. حاضر يلا سلام سلام. ان شاء الله هنكسب في المكنه وهنعمل قرش حلو. اه معلم يا برنس بطل المكنه يا برنس. ايه الوقت حفنا عليه والحمد لله ونجح في العمليه. ربنا يسيبك عشان كفايه. طب تجيب لب يا برنس. امال ايه يعني؟ لا ده تجيب لب انت. المكنه تعمل لها 5000 نصها 3000. والله 5000 نصها 3000؟ 2000 ونص. خد يا صاحبي وزق عجله. ده 10 جنيه برنس ما بينفعش يا صاحبي. انت ما تعبتش. انت قلت له خده معاك. انت ايه اللي عملته يعني؟ شافني. ما انت كنت متناك. ما هو قول له هدري كبير وبتاع وعديها صاحبي خلي يا برنس. ده الكلام ده ما ينفعش يا برنس. ده نجيب ترمس كده على برنس وانت ماشي على الكورنيش يا برنس. انا مش همشي على كرانيش يا برنس. خد ده واتكل على الله احسن عشان دماغه وجعانه انا الوقت. ليه يا برنس الكلام ده ما يوقفش عيد يا برنس. يا برنس اتكل على الله. يلا شوف لك حته. يلا ده ما يوقفش عيد يا برنس. لا يوقف. اروح العيال ب 10 جنيه. انت يعني شغال في الطوبه هنا ولا شغال في حراميه؟ ايه متسك. انزل يا عم. استنى يا عم. ده احنا ده احنا جايبينها لك. جلاء يا عم انت خدت الموتوسيكل وجريت. ايوه احنا اللي خدنا الموتوسيكل. خد 10 جنيه. احنا مش هنقسم الوقت ولا هال 10 جنيه. انا اللي اخذت الموتوسيكل. فيها ايه يا عم الحرام البجح ده؟ ايوه احنا حراميه. فيها ايوه ده احنا اللي اخذنا المكنه. ايه ده احنا اللي اخذنا المكنه. خبر ايه ايه الناس اللي البجحه دي اللي بتيجي تاخد حياتها إيه؟ مننا. طب ما انت خدت منين يا خلاص يا عم انا مش عايز الموتوسيكل. ناكل منين يا ناكل منين.